السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا التركيب التجريبي سوف نقوم بتحديد مواصلة محلول كلورور صوديوم. إذن سوف نقوم بإنجاز هذا التركيب التجريبي. إذن لدينا هنا خلية لاسيلول كوندكتيميتريك، يعني خلية قياس مواصلة محلول إلكتروليتي. إذن كيف ما تلاحظون هنا أن الإلكترود ديال الخلية أن جي بي إف كيضم واحد الكورون اللي هو ألترناتيف. دونك استعملنا أن كورون ألترناتيف اللي هو بور إيفيتي الإلكتروليز ديال لا سوليسيون ديال إن أ سي إل. دونك أن أمبير متر و أن فولت متر. في لو مود ألترناتيف. إذن غادي نشوفو بالنسبة لهاد التركيب هذا، نشوفو هاد التركيب هذا بالنسبة لجي بي إف. دونك عندنا أن جي بي إف، عندنا ملتيمتر في الالترناتيف فولت، يعني اختارينا 20، وعندنا دوزيام ملتيمتر في الكورون الالترناتيف، كورون الالترناتيف. دونك عندنا لا سيلول هي هادي. دونك لي زيليكترود ديال لا سيلول هما هادو. وعندنا لا سوليسيون دونك 150 ml ديال الماء، وعندنا السيل ان اسيل. دونك غادي ناخذ واحد الكميه ديال الملح ونبريباريو هاد لا سوليسيون هادي. إذا غنديرو المونتاج ديالنا بالنسبة ل لا سيلول. دونك غنديرو لا سيلول هنا في لا سوليسيون كومسا، وغادي نربطو لا سيلول ديالنا مع الجي بي إف. غادي نمشيو من الجي بي إف، غادي نمشيو للكوم، ومن المونتاج ديال الجي بي إف غادي نمشيو للفولت كومسا. بالنسبة للفولت متر غنركبو كونتر لي بوا لي ديزيكتور دو لا سيلو كوم سا. دونك فوالا، إذا بالنسبة ل في لوكا للجي بي اف، يعني في لوكا ديال في لطا انيسيال. دونك عندنا 0 0. اذا افون دو فونكسيوني لو جي بي اف، دونك كيف ما كتلاحظوا هنايا، دونك غادي نخدموا لو جي بي اف. وغادي نختاروا لو مود سينوسويدال، دونك من هنا سينوسويدال. وغادي ناخدو لا فريكونس تقريبا 500 و بيان 200 و بيان 300. دونك عندنا على 0 220، يعني كيلو سيتادير 220 هرتز. اذا غادي نشوفو بالنسبة لامبليتود، غادي نغيرو لامبليتود هنايا، يعني القيمة الفعالة
للتوتر المتناوب، وغادي نشوفوا يعني كيفاش كيتغير شدة التيار. إذن كما كتلاحظوا هنايا بالنسبة ل لا فريكونس، إذن غادي نغيرو القيمة الفعالة للتوتر وغتغير شدة التيار. كما كتلاحظوا هنا في شدة التيار 0.04 أمبير، وهنا في لاتونسيون 0.18. إذن جي دونك جي كتيغال جي إيغال دونك جي إيغال إي على أو، دونك جي إيغال إي على أو. دونك غادي نديرو لا فالور ديالو. إذا المواصلة ديال الجزء المحلول المحصول بين الصفيحتين، دونك وبالتالي غادي نشوفوا القيمة ديال كل حالة. إذا عندنا جي كتساوي لا كونديكتانس إيكال إي على إي. إذا غادي نحسبوا في كل حالة القيمة اللي هي دونك في الحالة الأولى دونك عندنا 0.04 ديفيزي بار 0.19 وغادي نلقاو النتيجة ديفيزي بار 0.19. إذا غادي نلقاو 0.21، دونك 0.21. غادي نشوفو عاد تاني إين أوتخ فالوغ، غادي نغيرو القيمة الفعالة للتوتر. دونك عندنا هنا 0.06 و عندنا هنا 0.26. دونك عاوتاني في لافالور هي 0.06 ديفيزي بار 0.26، غادي نلقاو ديفيزي بار 0.29. إذا كنلقاو 0.20، دونك بريسك لا فالور إي كونستانت، يعني جي كونستانت. غادي نزيدو في هاد لا فالور هادي بحيث أن دونك 0.08 ديفيزي بار 0.36، دونك غتلقاو تقريبا لا ميم فالور ديال 0.0. إذا هنا بالتالي كنلقاو قياس مواصلة محلول اللي هي بسيمانس إيكالا أون موان زان. دونك غادي نعاودو نشوفو نوتخ فالور نزيدو في لافالور. إذا باش ما تنغيرو
la tension efficace, donc quatrième, l'intensité efficace de courant alternatif, donc à l'individu. إذا كما كتلاحظوا التوتر كيتزاد وشدة التيار كتزاد. إذا ممكن ديروا النتائج على شكل جدول وتحسبوا الجي وغتلقاوها كونستانت، يعني اون فالور اللي هي كونستانت، وبالتالي دونك هنا تحديد المواصلة ديال المحلول عن طريق أو مواصلة المحلول المحصور بين الصفيحتين عن طريق ان جي بي اف اي فولت متر امبير متر. إذا نتمنى أنكم استفدتم من هذا الشريط هذا. إذا من بعد غادي نشوفوا الدراسة ديال العوامل المؤثرة على الموصلية حسب الأبعاد ديال الخلية، وكذلك طبيعة المحلول، وكذلك طبيعة أو درجة الحرارة اللي كتأثر بشكل مباشر على مواصلة المحلول، وكذلك تراكيز يعني تراكيز ديال المحاليل المستعملة. إذا شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.